بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة السابقة تكلمت أنا تقريبا بعجالة عن مشاكل السمنة وتأثيرها على المجتمع الكويتي، مجتمع الخليجي، مجتمع العربي عامة والعالم قاطبة، أن كل المشاكل، كل الأمراض اللي نشوفها الآن اللي نواجهها كلها سببها السمنة، سواء ارتفاع في كوليسترول الدم، ارتفاع في الكوليسترول السيء أقصد، ارتفاع في الضغط الدم، زيادة في ارتفاع السكر مثلا، أمراض السرطان، التهابات الركبة مثلا، الحالات الروماتيزمية، أمور كثيرة، حتى السرطان لها علاقة في السمنة. وفي نفس الوقت تكلمنا عن شلون احنا نقدر نحافظ او نخلي اسلوب حياتنا اسلوب جيد، نقدر فيها حين نتعاون ونتعامل مع الامراض، وبالضبط ان نقدر نقضي على معظم الامراض كلها اذا احنا قدرنا نمشي بطريقة سليمة باسلوب صحيح. وفي نفس قبل اسبوع اعتقد سمعت انه يقولون والله تناول اللحوم تسبب الى ارتفاع في سرطان القولون. ممكن يكون هذا صحيح، ولكن كل الامور، كل شيء فيها مواد كيماويه تاثر على ارتفاع السرطان، زياده السرطان. يعني مثلا انا لما اكل المواد الحافظه مثلا على كل المواد الحافظه مثل النقانق، مرتدل، ما ادري، همبرجر، لان فيها مواد حافظه. هالمواد الحافظه فيها امور كثيره تسبب زياده في نسبه السرطان. وبعدين حنا مجتمعنا يختلف عن المجتمع الغربي، تناولهم هم اللحوم شيء بسيط، يعني ياكلون اللحوم على هيئة ستيك أو على هيئة همبرجر أو على هيئة مرتدلة، نقانق، ما أدري شنو. إحنا هني في عندنا بهارات اللي نستعملها في غذائنا اللحوم، هذه تمنع أمور كثيرة من أنواع السرطان. أنا راح أتحدث في هالموضوع إن شاء الله. مو بس بقول لك إن اللحوم تسبب، حتى أنا درست قبل 3-4 أيام قريت لي موضوع في دراسة على في جامعة هارفارد على 135,000 شخص شافوا ان تناول الدواجن، ليش تروح اللحوم بعد؟ تناول الدواجن تسبب شنو؟ تسبب سرطان المثانه البوليه بنسبه 52%. يعني هل هذا انا والله ما اكل الدي اي والله لان في سرطان المثانه البوليه، او ما اكل اللحم لان احتمال يسبب سرطان هذا؟ اوكي، احنا ممكن نقول والله خلنا ناكل اللحوم، خلنا ناكل الدواجن، خلنا ناكل كل انواع الجيده، ولكن على طريقه سليمه باعتدال. هذا الكلام اللي دائما ندعي عليه، باعتدال، كل شيء باعتدال جيد. زين، شيء اهم شيء انه حتى يقول لك لما ناكل اللحم في ماء، لما اللحم يدش داخل القولون يتكون هناك ماده يسمونها نايتروس كومباوند. هالماده هذه هي اللي تسبب الطفرة في دي ان اي في الجينات، وبالتالي تؤدي الى تكون سرطان القولون. زين، فهذا يعني الوجبات السريعة، اجين اعيد واقول الوجبات السريعة هي اللي تسبب السمنة والسكر، وان الوجبات السريعة هي اللي تفتقر دائما للمواد الجيدة، ولها تأثير على مو بس سرطان القولون، على امور كثيرة لها المواد الحافظة والوجبات السريعة لها تأثير كثير. زين، لا تنسى ان هناك فوائد غذائيه جيده ومفيده عن تناول اللحوم. يعني انا والله ما اكل لحم لان والله في مشكله السرطان، سرطان القولون. ابدا، اجدادنا الناس للحين في كل انواع العالم، في كل دول العالم يتناولون اللحوم، يتناولون الدواجن، يتناولون الاسماك بكميه هائله جدا، وما اشوف عندهم اي مشكله لا بالسرطان ولا بالمثانه البوليه ولا شيء. خل اقول انا بس اعدد لكم الفوائد من تناول اللحوم. انا اوكي في الكلام بعد اقول لكم قلل او نعتمد تناول اللحوم. يعني شوف اللحوم لما ناكل فيها اول كميات كبيره من البروتينات الجيده، بروتينات عباره عن امانو اسيد، امانو امينيه اللي تكون انسجه الجسم، عضلات، عظام، مساعد جدا. نشوفها وين؟ نشوفها في اللحوم، نشوفها في الدواجن، نشوفها في الاسماك، في هالامور نشوفها، وبالتالي لها فائده ايجابيه جيده جدا. فاذا هذه مهمه، الاعراض الامينيه والبروتينات تساعد على بناء الانسجه. كميه الحديد اللي نشوفها في الكبد مثلا، من جرام من الكبد، كبده الحيوان، كبده اي شيء، يحتوي 6000 مايكرو جرام من الحديد.
تلاف مش هي ناخذ ناخذ كارتين او 100 جرام من من الجزر يحتوي على تقريبا 3 جرام، يعني في المقارنة 3 جرام. اذا انا اللي عنده مثلا واحد عنده فقر الدم، عنده نقص في الحديد، اقول له والله اخذ لك كبده، اخذ لك شلاوي، اخذ لك اشياء جيده فيها اشياء جميله تحافظ وفي مساعد على ارتفاع نسبه الحديد داخل الجسم. بعدين فوسفات في اللحوم، اكو انواع من المعادن يسمونها الفوسفات، هذه اللي باللحوم تساعد على عمليه الهضم زين مقارنه بالبقوليات. انا ما اقول البقوليات سيئه ابدا، البقوليات جيده، ولكن الفوسفات اللي موجوده باللحوم تساعد على عمليه الهضم والامتصاص اكثر بكثير ما تتناول البقوليات. وبعدين مصدر اساسي فيتامين بي 12، بي 12 فيتامين بي 12 يا جماعه فيتامين مهم جدا للعصب للابصار لامور كثيره بالجسم. احنا كما نقدر نقوي الفيتامين بي 12 بتناولنا الاشياء الجيده تساعدنا على عمليه المحافظه على جميع الامراض اللي تواجهنا وتسوي لنا تعب وتسوي لنا مشاكل. فاذا هذه النسبه تحتوي طبعا قليل من الالياف، هذه المشكله انها لا تحتوي على كثير من الالياف، فاهم شيء ناكل اللحوم باعتدال. هذه انا اقول. بعدين لا تنسى ان المواد الحافظه ايه اللي تسبب المشاكل، صدقوني المواد الحافظه اللي تسبب المشاكل مثل ما قلت الوجبات السريعه، فحاول نقلل من تناولها او بمعدل لو نقدر والله معدل 60 70 80 جرام من اللحوم ناكل معدل مرتين 3 مرات بالاسبوع لا باس فيه. اما اذا كلي تقريبا بكميه كبيره اي شيء بكثره لها تاثير سلبي، يعني بغض النظر عن اللحوم اي شيء تناول الماء بكميه هائله تسبب مشكله. ماي ها اللي وجعلنا من الماء كل شيء حي، لو نكثر من تناول الماء سبب لنا مشكله، يعني كل شيء في زياده تناولها فيها مشكله، وبالتالي كل شيء باعتدال نتناوله لا تاثير ايجابي ولا تاثير سلبي ايضا. فاذا لو نقدر ناخذ لنا اللحوم بمعدل مرتين بالاسبوع لا تاثير جيد. هنا اكو شيء مهم جدا ودي اتطرق له في نفس الموضوع قاعد نتحدث، لان شوف المواد الثانيه اللي تساعدنا على منع السرطان. احنا قلنا سرطان، احنا بشر باستطاعتنا نمنع السرطان في تكوين السرطان، حتى لو بداية السرطان لو احنا نهتم في صحتنا ونتناول المواد الجيدة حتى المواد المساعدة الفيتامينات لها تأثير إيجابي على منع انتشار السرطان. دراسات كثيرة آلاف الدراسات العلمية تتواجد في كل مكان تشوفها، كل مرة مجلة طبية والله تناول سلينيوم يساعد على منع انتشار مرض سرطان وهذا صحيح، والجارليك اللي هو الثوم والله اللي ما قاعد اقرا عنه ان هذا يسبب على عمليه منع انتشار مرض في المثانه البوليه. تناول البصل في امور كثيره احنا ترى ما نهتم ولا نعير لاي بسبب عدم المامنا في هالامور الجيده، يعني مثلا السد هذا اللي يكون حق الحوامل او تشوفها بالصيدلة وارخص الادويه تشوفها عشان الشركات الكبيره ما تنصح بتناول الفيتامينات، لا ينصحون باشياء اللي منها غاليه هالامور. ان شاء الله ودي احكي الموضوع ان شاء الله راح في المواضيع الوجبات وإن شاء الله راح أتكلم عن الفيتامينات والمعادن النادرة. لكم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث السابق تطرق الأمور هناك هي معينة نقدر تناولها نمنع انتشار سرطان أجسامنا ونخفف سرطان، حتى أمور كثيرة بالحياة التهابات المفصلية أمور ثانية نقدر احنا نتناول
وبالتالي يساعد أجسامنا على تقوية وتقوية مناعة ضد الأمراض الآتية. فمثلا على تناول الفوليك أسيد من الفيتامين دائما يعطونهم حق اللي عندهم فقر دم حوامل، لو نتناول الفوليك أسيد هذا يساعد كثير جدا على الوقاية لكثير من أمراض السرطان، كثير من أمراض السرطان. فبالتالي فوليك أسيد جيد. مثلا تناول فيتامين دال، فيتامين دال يمنع حدوث السرطان، وهناك دراسة أمريكية تؤكد لنا أن تناول فيتامين دال وكالسيوم يمنع يقلل السرطان بنسبة 77%. صور يعني لو أخذ فيتامين دال بلاش رخيص، فيتامين دال وكالسيوم، قعدت بالشمس خلا أقعد لي ربع ساعة بالشمس، ها فيتامين دال وفيتامين كالسيوم نتناولهم يمنع نقلل السرطان بنسبة 79% مش وية. وبالذات سرطان الثدي، سرطان القولون، الجلد، وبعض أنواع أخرى السرطان. دراسة جديدة أمريكية أنا قريت في مجلة طبية محترمة شافوا أن تناول فيتامين دال وكالسيوم مو بس السرطان. فإذا ما خبر خيرنا وين وين ناكل هذاك، ناكل ناكل شيء معجنات فطيب هذا تجي الطير وهالمعجنات نود زيت دراسة علمية تؤكد ان زيت الزيت على بوليفينول وقاية من سرطان ومن قاية. طبعا زيت اول عصر اول عصر من بوليفينول وقاية من المعدة من قرحة المعدة. احنا نقول على خذ خذ صبح يبا زيت الزيتون، لا قايل لي لا تخذ حار شلون خش انا اقول يقولون المجتمع المجتمع الغربي يعتمد على تناول زيت الزيتون، احنا مجتمع اساس زيت الزيتون. وفي امور كثيره ودراسات على الاسف عن العربي خو على الدراسات ما دراسات علميه ابدا وابحث باعتمادنا احنا على الدراسات الغربيه اللي طبعا عندهم تويل الابحاث الجيد، وبالتالي المعلومات ناخذها دائما من الدول الغربيه. فيتامين سرطان القولون نسبة 60% بدراسة علمية في وين في دييغو. الحين دراسة من ساعة 70 طلعت دييغو والله تناول